العلاج الجيني يمنح مقدرة السمع لأول مرة لصبي مغربي. بعدما كان العلاج الجيني لفقدان السمع الناجم عن تحورات جينية هو هدف يتوق إليه الأطباء والعلماء المتخصصون في معالجة الصمم منذ أكثر من 20 عاماً، تمكنت مستشفى فيلادلفيا للأطفال CHOP وفي سابقة في الولايات المتحدة أن يمنح مقدرة السمع بفضل العلاج الجيني لصبي مغربي في 11 من العمر بسبب خلل نادر جداً في جين أوتوفيرلين الذي يحرم الخلايا الشعرية في الأذن الداخلية من بروتين يحول الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كيميائية يتم إرسالها إلى الدماغ. كان يعاني الصبي عصام دام من فقدان السمع الشديد إلى حين أن طبق عليه العلاج الجيني الذي صحح الخلل في جين أوتوفيرلين، فراح ذاك الصبي يتعرف للمرة الأولى على هدير السيارات ومقص الشعر وصوت والده. تعتبر حالات الخلل في جين أوتوفيرلين نادرة جداً وتمثل ما بين 1-8% من حالات فقدان السمع عند الولادة، لكن الأبحاث السريرية بالعلاج الجيني في مستشفى فيلادلفيا للأطفال قد تمهد الطريق للاستخدام المستقبلي لأكثر من 150 جيناً آخر على صلة بفقدان السمع لدى الأطفال. وثمة دراسات أخرى مماثلة مع الأطفال في طور الإعداد أو على وشك البدء في الولايات المتحدة أوروبا والصين، وقد نجح بعضها. تجدر الإشارة إلى أن الصبي عصام دام الذي لم يتمكن من الكلام يوما كان قد خضع في 24 أكتوبر في العام 2023 لعملية جراحية أدت إلى رفع طبلة أذنه جزئيا. بعد ذلك إن السائل الداخلي لقوقعة أذنه تلقى حقنة بفيروس غير ضار كان حظي بتعديل ليحمل نسخا عاملة من جين أوتوفيرلين، وبعد نحو 4 أشهر تحسن سمع عصام إلى حد أنه بات يعاني فقط من فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.